انا جبت 99% الحمد لله، الحمد لله. واللي جبت 95% هدخل هندسه الحمد لله يا رب، وانا جبت 70% الحمد لله يا رب. اولا كده احب ابارك لكل الناس اللي نجحت ايا يكن المجموع، الف الف مبروك، نبارك لهم يا جدعان. وانا احب اقول لكم افرحوا، ما تزعلوش، يعني لو حد جاب مجموع قليل شويه ما تزعلش. ايه المشكله؟ المجموع بتاعك قليل ومش دخلت الكليه اللي انت كان نفسك فيها وبتحلم بيها، ربنا سبحانه وتعالى اكيد كاتب لك الخير في المجموع دوت. المجموع القليل اللي مش عاجبك دوت اكيد ربنا كاتب لك فيه الخير. لو ربنا شايفك في طب او هندسه او في مجموع او كليه افضل من اللي انت هتدخلها، بالتنسيق اللي هيجي لك بكل تاكيد كانت اتكتبت لك وانت نجحت حتى لو مش حليت. انت متخيل معايا؟ ربنا سبحانه وتعالى يا جدعان ليه حكمه في كل شيء. فمجموعك جه صغير قول الحمد لله، مجموعك جه كبير قول الحمد لله، لان الحمد اساس الرضا يا جدعان. افرح وفرح اهلك بس كده، والف الف مبروك.